نعم، هو حقيقة موضوع الانتقال من حالة إلى حالة أخرى هي مو حالة جديدة على بعض الشخصيات اللي حقيقة غير راقدة غير متزنة. لهذا السبب الأداء الحالي أو طموح شعب هذه المحافظات مو من يمثله بهذه الحالة، يعني يقمز. مرة تلقينا في هاي خانة ومرة أخرى في خانة أخرى، لأن مع الأسف الشديد هذه الشخصيات تقدم مصالحها الذاتية والشخصية على حساب مصلحة أهلها، وبالتالي كل هذه الأمور والإفرازات هي حالة واقعية أبدا مو بعيدة عن بعض الشخصيات اللي ذكرتوها. أكو بعض الأشخاص ما يقدرون، يعني من نجيبه نخليه في حقل الورد صعب عليه يكون في هذا المكان، يحب دائما عفوا في أماكن خارج هذا الوصف. لا أريد أن نتحدث وإحنا أمام الكم الهائل من المشاهدين. تعلمنا على شخصيات حقيقة تمتلك من المزاج والمصالح الذاتية الخاصة. لهذا السبب حال هذه المحافظات، لأنه تقدموا شخصيات مع الأسف الشديد شخصيات ما عندها قدرة على إدارة حتى لو ملف صغير واحد، التهوا بالسرقات. اليوم قبل كنا نتحدث حول الفساد في مؤسسات أو في محافظات معينة، اليوم بدأ ما نقدر نتحدث، لأن كل ما نتحدث بهذا الجانب يقول لك الفساد عندكم أكثر بكثير. وفعلا الفساد اللي موجود اليوم في المحافظات اللي الغربية فساد كبير، ومو بس يعني مفردة فساد، بل أفسدوا حتى المجتمع. ما خلوا شيوخ التاهو، رجال الدين، النخب، أفسدوهم كلهم. ولأنه اليوم المال السائب يعلم السرقة، اليوم المال العراقي مال سائب بحيث أنه بالإمكان أي واحد يقدر ينهب، خاصة من يستلم منصب. من يستلم منصب كأنما هذا المنصب مال الخلفة، ويبدي يبوك ويبدي يضغط على بعض الدوائر والمسؤولين حتى يجيبوا له هذه المبالغ، ويسخر هذا المال لشراء ذمم الآخرين. هذا الموضوع يحتاج حقيقة وقفة من الجميع، نبدأ من المجتمع. المجتمع جزء كبير من عنده فاسد، هو بدأ يتقبل حالة الفساد وترك الحلال والحرام مع الأسف الشديد. إضافة إلى هذا يفترض أكو رقابة حقيقية على موازنة الدولة، ما نخلي ضعفاء النفوس والسراق واللصوص يتحكمون بمصير الأشراف وبمصير البلد. نحتاج منظومة متكاملة، وهاي المنظومة يجب أن تكون ويشرف عليها رئيس الوزراء حصرا، لأنه بالمنهاج الحكومي عندما أعلن تشكيل حكومته تحدث بصراحة أنه سوف يعمل على مكافحة الفساد، لكن لحد الآن ما شفنا ضرب حيتان الفساد، راح لسراق ولصوص صغار. يفترض اليوم يضربوا الحيتان الفساد، اليوم الأموال الطائلة